نروح لزيارة مهمة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والزيارة جت من الجهاز الفني والمدير الفني لمنتخب مصر الأول فيتوريا. فيتوريا قبل كده قام بالزيارة لجميع الأندية منذ أن تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر، لكن كانت الزيارة للفرق الأولى أو الفريق الأول لكل نادي. راح يتعرف على الأجهزة الفنية، يتعرف على المديرين الفنيين، نظام الكرة المصرية. لكن زيارة فيتوريا المرة دي مختلفة لقطاعات الناشئين. كان فيتوريا متواجد في النادي الأهلي بالأمس في زيارة مهمة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كان في استقباله كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، بروكيتش المدير الفني، والكابتن شريف عبد الفضيل، وبعض من الأجهزة الإدارية في النادي الأهلي. جاي يشوف البنية التحتية للنادي الأهلي، والراجل كان منبهر باللي بيقدمه للنادي الأهلي، وما شاء الله موجود في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهو أثنى في كلامه على اللي موجود. زي ما احنا شايفين دي صالة الجيم، شايفين الملاعب، والنادي الأهلي ما فيهوش ملعب ولا اتنين، ما شاء الله في ملاعب كثيرة للتدريب، ملعب للمباريات، ودلوقتي بيتم أيضا يعني إنشاء مدرج هيكون تحتيه غرف ملابس تحت المدرج الجديد. في عندنا ملاعب عددها كبير جدا لأكاديميات النادي الأهلي ولقطاع البراعم، فهو أثنى على البنية التحتية اللي موجودة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كان حصل تواصل بيني وبين أحد أفراد الجهاز في منتخب مصر الأول، وكنت عايز أعرف الهدف من زيارة فيتوريا إيه؟ النهارده ليه اهتمامه بقطاعات الناشئين؟ فهو قال لي زيارة فيتوريا هو عايز يتعرف أكتر على الكرة المصرية، عارف عايز يشوف قطاعات الناشئين ويشوف طرق اللعب في قطاعات الناشئين، ويتم التواصل مع مدير قطاعات الناشئين. دي خطوة كويسة، لكن وصلت له رسالة مهمة جدا. وصلت له رسالة، قلت له النادي الأهلي عنده القدرة المالية إن ممكن يكون عنده مدير فني أجنبي، ممكن يقدر يخطط، عنده الإمكانيات، عنده الملاعب، لكن النهاردة لازم يكون لدور اتحاد الكرة، اتحاد الكرة دور في مساندة جميع الأندية غير قادرة على استجلاب مدير فني. بمعنى قلت له النهاردة لازم يتم من خلال صفحة الاتحاد المصري، زي ما احنا بنشوف صفحة كلاتنبرج أو دوره على صفحة الاتحاد المصري في الفقرة التحكيمية، وبتجيب مشاهدات كبيرة. شايفين الملاعب ما شاء الله، ملاعب على أعلى مستوى في النادي الأهلي. فقلت له النهاردة لازم يتم التواصل من خلال صفحة الاتحاد، لازم يكون في برامج وتوحيد برامج تدريب لكل البراعم والناشئين في مصر من خلال الاتحاد، وده من خلال المدير الفني لقطاع الناشئين اللي أو مدير الفني للاتحاد المصري. لازم النهاردة النقطة دي اتحاد الكرة يهتم بيها. في أندية كتير ما عندهاش القدرة، في مدربين كتير في قطاعات الناشئين مش مثقفين وعندهم القدرة الفنية يحطوا برامج. لازم النهاردة دور اتحاد الكرة المصري من خلال صفحته يكون في تواصل مع جميع المدربين في مصر، وده اللي احنا شفناه من قبل الاتحاد الألماني قبل كده. تم وضع برامج لتنمية المهارات. الكرة الألمانية كرة فيها سرعة وفيها قوة، لكن كان مفتقدة لعنصر الموهبة، فتحط برامج. النهاردة دور الكرة المصرية والقائمين على الكرة المصرية لازم يكون في برامج للمدربين في كافة الأندية، من أول الولد وهو 8 سنين للولد وهو 17 و18 سنة، علشان المدرب يبقى مثقف يقدر النهاردة يقدم للولد معلومة صحيحة، يقدم له وحدة تدريبية صحيحة. ده جانب من الزيارة وانبهار روي فيتوريا بالبنية التحتية في النادي الأهلي. أيضا من ضمن زيارة النادي الأهلي نادي سبارتا براج التشيكي اللي مقيم في مصر خلال الفترة دي. ونادي سبارتا براج التشيكي واحد من أكبر الأندية الأوروبية وأكبر الأندية التشيكية. في زيارة النهاردة قطاع الناشئين في سبارتا براج التشيكي موجود في مصر وبيتدرب على ملاعب قطاع الناشئين في النادي الأهلي. النهاردة كانت في مباراة ما بين فريق سبارتا براج وفريق النادي الأهلي مواليد 2005، وفاز نادي سبارتا براج على النادي الأهلي 3-0. ومش عيب النهاردة إن النادي الأهلي في المباريات اللي زي دي الولاد تتعلم، مش عيب النهاردة إن احنا نعرف احنا واقفين فين في المستوى الفني، في المستوى البدني، في المستوى الخططي. بالعكس النهاردة احنا عايزين وبطالب الكابتن خالد بيبو يكون في مباريات كتيرة مع فرق أوروبية، احتكاك مهم، مدارس مختلفة، تجربة مهمة، بيكون فيها احتكاك مهم،
فيها استفاده بدنيه واستفاده فنيه، ومن هنا المدرب في قطاع الناشئين يقدر يعرف الولاد او اللاعبين وصلوا لمستويات ايه، فهي تجربه ناجحه اتمنى ان شاء الله تكرارها مرات ومرات خلال الفتره القادمه.